طيب انا صوت امانه للغنى. ما تغش انت هتعرفي تصمم لنا حاجه على التليفون بس. انا بصمم لك الزواج، بصمم لك المناسبات، بصمم الورود، انا هيك بسوي لك. هي اختصاصها بالاعراس والافراح. مساء الورد يعني. مساء الورد. مساء الورد. هدى متشكرين على الاتصال اللطيف ده. ثانك يو ثانك يو. شكرا يا هدى. توني، فكرت ان انت يعني تحترف الفن من ناحيه ان انت تعمل بقى الالبومات بتاعتك وتخش شركات انتاج وتعمل فيديو كليب والكلام ده كله؟ انا فكرت، شوف، هي الفكره اذا بدك تعمل عمل خاص لك لازم تنزل بتعيش بالبلاد العربيه، بلبنان، بسوريا، بمصر. بس في ناس بتروح وتيجي، يعني في ناس بتروح. معك انا بالنسبه للشغل وبترجع. اوكي، بس الاعمال تبعهم عم بتضل محلها، لانه لما عم تعمل عمل خاص بدك راح تضل فيه بتتابعه، يعني عن طريق الصحافه، عن طريق الاذاعه والتلفزيونات، وعن طريق النوادي الليليه حتى تنشر الاغنيه لازم تكون عم تشتغل هونيك حتى يسمعوك الناس. فاما تعمل عمل وترجع لهون مش حتستفاد كليا. وجربنا، يعني جربت انا مره وما جربت مره عملت ايه؟ طيب ما استفدنا في الخبره بتاعتك. يعني في عندي اغنيتين اللي جربتهم وبس، مثل ما قلت لك اذا ما كنت عايش بالجو هونيك مش راح يمشي الحال. مش ابدا. في كتير مطربين بامريكا كتير اصوات حلوه وجميله. يعني جدا احنا مثلا محتاجين ك ك ك ك وسط فني عربي في الولايات المتحده، محتاجين شركات انتاج في امريكا. الاعلام طبعا. هلا اليوم لما تطلع بالسياره بتاكسي او بمحل بالشارع مثلا، بالمحلات هونيك مثلا بتمرق بالشارع بتسمع الاغنيه بالمحل وبالراديو وبالتلفزيون ومن عند الجيران، اما هون اذا ما حطيت الاغنيه انت بسيارتك مش راح تسمعها. فدائما لما عم تمشي وعم تسمع الاغنيه عشان ما فيش راديو عربي. برافو. فهي مهمه هي طبعا. طب ورانا انت حاولتي بنفس الخبره؟ ايه والله نفس الشيء مثل ما بيتفضل ويحكي توني. بس مثل ما بيتفضلوا الاعلام والشركات الانتاج هذا كله بيساعد مع بعضه. ومثل ما قلت هون لانه ما في راديو عربي، ما في يعني ما في هالدعم هذا القوي. ذاتس واي بيبقى صعب شوي. اكيد اكيد. احنا معنا اتصال من نيوجيرسي. فانيلا، الو. يا مساء الخير. مساء النور يا فانيلا، ازيك حبيبي عمور؟ كيفك حبيب قلبي؟ شو اخبارك؟ والله تمام. شايف كيف احنا متابعينكم عاد حبيب قلبي. لا تابعنا دايما بقى، نزعل منك لو ما سمعتش صوتك. بكره بعدين اليوم يعني معكم ضيفين كتير عزيزين علي قبل ما يكونوا عزيزين عليكم يعني. طبعا حبيبي فانيلا. عايز بس اعرف فانيلا من ابو الطون حبيبنا ورنوش يعني حبيبه قلبي. تسلم. ثانك يو. فانيلا من أسرة علاء الدين من عند جان، ويعني طبعا شرف لينا فانيلا. أكيد فانيلا صديق وعزيز وبيشتغل معنا كمان بعلاء الدين. حبيب فانيلا كيفك؟ كل عام وانت بخير. كيف أهلك؟ ينعاد عليك. ينعاد عليكم يا رب. الله يخلي لي إياك يا مزوي حبيبي. والله والله حبيبي أنطون، يعني إذا إحنا بس يعني إذا ممكن نطلب طلب صغير يعني عشان ما بتلبي لنا إياه على المسرح. على الكاميرا. تفضل حبيبي. بس انا حشوفك يوم السبت ما تخاف. بدك تسمع اغنيه حلوه بصوت توني خليه يغني لك يابا يابا. لا ما غنيناها، طلعوها فيديو كليب قبل شوي. لا والله. طيب بنقول يلا شو رايك؟ نولا حي بقى. نولا. طيب اعطينا بيات الري. انا ورانا شو نعمل كم موال. اهلا وسهلا شرفونا احبابنا، اهلا وسهلا شرفونا حبابي هينا. الله الله يسعد محمد. الله الله يا حبيبي. أنا جوات قلبي لبني لك عمارة، أنا جوات قلبي يا رنا لبني لك عمارة، وشباب اللي بتعشقك أنا لقصف عمارة، ولك صلي ولك صلي 15 سنين يا رنا عم دور عمرا، واليوم الله رد لي الطلاي حبيبي حبيبي لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا باي. هلا بنسمع رنا بميجان. اسمع اسمع خي عمر قول لي ايه. انا مستني. الله يلا حبيبي يلا. قالوا بقالوا بقالوا مفارق الخلاينا عمي يا هاي هاي وتركني مثل كل الناس عمي عمي عمي. الله 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 قالوا بقالوا بقالوا مفارق الخلاينا عمي هاي هاي وتركني مثل كل الناس عمي. قالوا سألت الدين قالوا سألت الدين عم بيدوب عمي هاي هاي علي جواب يا حبيبي يا حبيبي هاي يابا. أنا بهدني لمال أنا بهدني لخال ولا مال عندي ما بدي فلوس تغنيني لك ولا عملي. أنا يا عمر ما بدي فلوس ولا عملي سوى غني لدندنة عتابة وللحبايب ضن حالي ضن حالي لي 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 يا باي لك يا با يا با يا با يا با لا لك يا با يا با يا با يا با لا يا با يا با لا يا با يا با لا يا با من شرد للغزالة سألت الزين أخدوها لوي قالوا هي يا شردت لحالة هم قالي يوم ما شفت النوم واني بدور عليها بقالي يوم ما شفت النوم واني بدور عليها قمرها غاب عن الأحباب سود الليل غطاها دموع العين على الخدين سواق النار عليها لك يا با يا با يا با يا با لا لك يا با يا با يا با يا با لا لك يا با يا با يا با يا با لا يا با يا با يا با يا با لا لك يا با يا با لا يا با يا با لا يا با من شرد للغزالة سألت الزين أخدوها لوين قال لي هيا هيا شردت لا حالة ايه الجمال ده. الله يحميك. عايز بس اذكر الساده المشاهدين ان هو ممكن تصلوا بينا على النمره بس الشاشه ودردشوا معانا مع الفنانين الاثنين الحلوين اللي قدامنا دول. واحنا معانا فعلا اتصال من مغني الاستاذ رياض. هو عرف نفسه هو مغني. اتفضل استاذ رياض. الو الو مساء النور. مساء النور استاذ رياض. اتفضل. مساء الخير بدي عايد على توني حبيبي. هاي رياض كيفك حبيبي. كيفك حبيبي شو اخبارك. رياض مطرب من تونس. اهلا وسهلا. تحيه لشعب تونس. احلى تحيه. توني بدي اقول لك ان انت منور الشاشه والله. الله يخليك على الطله الحلوه. حبيب قلبي حبيب قلبي يا رياض. بدي هنيك وهني كمان زميل على صوتها رنا على الصوت الجميل والحلو. كلك زوت. ثانك يو. وان شاء الله ينعاد علينا كل هالعياده دي كثير على الجميع. بدي اقول للاستاذ عمرو انه والله احنا على شيء من خلال الحوار طرح يعني مسائل مهمة كثيرة جدا. أكيد. احنا قناة دندنات يعني كفنانين هون في امريكا يعني كانت
ممكن يكون خبر يعني سعيد جدا لنا، لانه مفروض انه دندنة تدعم من خلال البرامج الحوارات التلفزيونيه كل المطربين يعني كل انحاء الولايات المتحده الامريكيه، وان شاء الله يعني نكون يكون في يعني فدا طيب جدا عند الجمهور. رياض احنا شرف لينا واحنا يسعدنا ان احنا نتعاون كقناه مع اي فنان موهوب في الولايات المتحده الامريكيه. انا عارف ان الفنان العربي في الولايات المتحده الامريكيه بيعاني من حاجات كتير، منها الاعلام والانتاج وغيره وغيره، واحنا كقناه صدقني احنا برضو عانينا كقناه عربي في الولايات المتحده الامريكيه، وعارفين ان انتوا بتعانوا ازاي، لان ما كانتش سهله ان انت تبتدي قناه عربيه من الولايات المتحده الامريكيه. كل القنوات العربيه بتيجي من الوطن العربي، احنا يمكن القناه الوحيده اللي هنا النهارده، خاصه زي اليوم على الهواء يعني. موضوع صعب ومكلف جدا يعني، بالنسبه للناس بيشوفوا البرنامج هيك ايزي بس مو عارفين شو تكاليف هالبرنامج. لا يعني مش دي يعني، هو بصفه عامه كتبتدي يعني اي موضوع عربي او ميديا عربي في الولايات المتحده الامريكيه صعب جدا. بمهجر اكيد صعب جدا مظبوط، ولان يعني طب وليه؟ يقول لك طب ما انا عندي قنوات معروفه في الشرق الاوسط، لي انا اخد قناه عربي على الساتلايت؟ انا ممكن اجيب قناه عربيه معروفه، انا مش هجرب في حد جديد، فاهم ازاي؟ فصعب جدا ان انت بتبتدي حاجه هنا، صعب جدا. صحيح. كفنان عربي صعب جدا يعني صعب جدا ان انت كفنان عايز انتاج، عايز طبعا مشكله كبيره هي اكيد مشكله. انا بحب يعني احنا بنحب نساعد اي حد يعني بصراحه يعني، ويشرفنا ولو في مقدره هنقدر ما قصرتوا صدقني. احنا معانا اتصال تاني يا توني. رنا من معانا ريما من نيويورك. الو يا ريما. الو بونسوار. بونسوار ريما، اتفضلي. ممكن احكي مع مدام رنا؟ لا مش ممكن. اتفضلي معاكي. ريما طلعت على التليفون بدي احكي معها لانه مشتاقه لها كثير كثير. بونسوار ريما، كيفك؟ الحمد لله. كيفك رنا؟ سافا. بدي اقول لك انك انت منوره الصوت كثير كثير كثير. ثانك يو، تسلمي لي من ذوقك. يسلم هالصوت الحلو يعني. Thank you. عم اسمعك انت والاستاذ توني حسيت حالي كاني عم بحضر ديو لست نجوى كرام والاستاذ وديع الفرد. الله يخلي لي اياكي دخي عيني. خليك تسلمي. ممنونك انا. ريما احنا متشكرين جدا على الاتصال. احنا معانا اتصال مهم جدا جدا، استاذ عاطف كامل. الو. حبيبي عاطف. عاطف الو. معاك حبيبي، اتفضل انت على الهوا. ايه حبيبي يا دكتور عمرو عطوف، ازاي حبيبي على البرنامج الجميل هذا؟ يعني الصراحه انت قلت حاجه من شويه انك انت قابلت كتير صعاب، انا باكد ده لكل الجمهور، لكن انا بحييك انت يا دكتور عمرو اول حاجه على انك انت كان عندك ايمان كبير بالاعلام العربي وقناه دندنه. الحمد لله انا من شغلي بروح كل الولايات وفخور ان بشوف دندنة all over في كل الولايات اللي انا بزورها وكل الولايات اللي بكون موجود فيها والناس مبسوطة منها، فبقول لك دايما 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 للامام انت ودندنة والجمهور كل العربي معاك، وحتى لو قابلت صعب دايما دايما الاعلام العربي هو هيكون الفايز بوجود الناس اللي زيك دكتور عمرو وكل الناس الحلوة. انا مش عارف طبعا صديق عمري، انا بقول دايما هم كل هنا الفنانين اصدقاء، بس توني مرشو صديق خاص خاص خاص. الله يخليك حبيبي حبيبي عاطف، زمان لنا ايام جميله بحييه، ولما بقول مطرب مطرب المهجر هو بيستاهلها عن جد. الله يخليك يا استاذ عاطف حبيبي، كل انحاء الولايات حبيبي. وحتى بره طبعا في السويد وكل مكان حبيبي. بحيي توني مرشو، بحيي الصوت الجميل ايضا اللي هي رغم المده اللي كانت موجوده فيها لكن اثبتت انها صوت لبنان الجميل الموجود في المهجر رنا بيروتي، كمان بحييها والكوكبه الجميله اللي موجودين فيها انتم النهارده. حبيبي استاذ عاطف الله يخلي لي اياك. عاطف ردا سريعا يا عاطف، ان التشجيع يعني كلمتين اللي انا بسمعهم منك دول كفايه عندي، وبتمسح اي معاناه اي حد بيعانيها بصراحه، لان لما الواحد بيسمع ان دندنة في كل بيت وفي كل محل عربي في الولايات المتحدة والناس بتتفرج علينا وبتشجعنا دكتور عمرو، لان حقيقة انا من ديترويت من شيكاغو من كل ولايات من كاليفورنيا حتى في فيجاس، يعني انا كنا في بعض المقاهي الامريكان عرب امريكان مقاهي بيكونوا مش حاطين الا قناة دندنة، وانا بقعد فخور وبفتكر كل الصعاب اللي انت عديت فيها، بس النجاح اللي موجود لدندنة دلوقتي
ده بيثبت انك صممت على شيء، والحمد لله ده انت بتجني دلوقتي زهرة والثمرة الجميلة للنجاح اللي انت اللي دندنا. الله يكرمك يا حبيبي استاذ عمر. معلش استاذ عاطف، استاذ عاطف حبيبي. توني حبيبي الله يخلي لي اياك. بس بدي احكي شغله عن عاطف. عاطف صديق وفي وزميل كل الفنانين. في شغله لاحظتها بعاطف، يعني عم بحكيك جد، اي مطرب سوبر ستار لما يوصل على المطار قبل ما يسلم على متعهد الحفلات يسال على عاطف كامل اذا موجود. والله العظيم استاذ عمر عم بحكيك جد. فعاطف انسان طيب وفنان وله حضور على المسرح. عم بحكي جد، انا شفت كل المطربين اللي اشتغلت معهم يوصلوا على المطار قبل ما يسلموا على المتعهدين يسالوا على عاطف كامل اذا موجود او لا. لا انا اقول لك بقى حاجه طريفة. عم بكلمك جد والله العظيم. انا اقول لك حاجه طريفة جدا. انا بالصدفه كنت في، فاكر يا عاطف حفلة التلفزيون المصري في الجمدية الإعلامية اللي قابلتك فيها هناك؟ عاطف معايا؟ اه طبعا. المهرجان التلفزيوني. المهرجان التلفزيوني. انا ما اعرفش ان عاطف في مصر. انا كنتش عارف ان عاطف في مصر، وكنت بالصدفة في مصر واتعزمت من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ان انا احضر المهرجان. واقف على الباب كده على الريد كاربت ولقيت عاطف جاي. طبعا يعني عاطف مش هنا بس، عاطف معروف في المجتمع الفني في مصر بصفه عامه جدا. مظبوط. والراجل فعلا علم واثبت قدرته وجوده. حبيبنا عاطف. واحنا شرف لينا ان هو يبقى صديق وصديق دندنة. أكيد. واحنا بنحبه جدا. وان شاء الله على فكره في مفاجاه ان انت هتشوف عاطف جدا قريب جدا 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 على دندنة. فيري جود. بشبه صفه مستديمه، صح يا عاطف؟ أكيد. بإذن الله طبعا. وأنا بتأسف. إيه أكيد أكيد يا دكتور والله. وبعدين صدقني مرة تانية بالعكس، مش لأي شيء، قناة دندنة إلها يعني جد إلها معزة خاصة في قلبي وفي قلوب كل المشاهدين، لأنها كفاية إنها بتبث البث الحقيقي والمباشر من نيوجيرسي لكل أمريكا، وبتخلي الناس جد دايما على اتصال بكل الابديت مع كل الفنانين. ده شيء جميل وبتمنى دايما النجاح. ودكتور بتأسف لكم كمان، كنت مفروض اكون معاكم يوم 24 بس للاسف كان في شيء مهم، وانت بتعرف يا دكتور عمرو، فيعني بتأسف اني ما قدرتش اجي، لكن باذن الله هيكون لينا مع بعض تاني لقاءات كثيره باذن الله. حبيب الايام جايه كتير عاطف، ان شاء الله اشوفك بصفه مستديمه هنا ان شاء الله. حبيب قلبي انا متشكر قوي على الاتصال الجميل ده، وهديك كلمة أخيرة للمشاهدين كلهم، الناس اللي تعرفها كل ما تعرفكش. تفضل عاطف. لا جد اللي أنا عايز أقول أول حاجة بعيد على كل الأمة العربية طبعاً بعيد الأضحى وعيد الميلاد، ده شيء جميل إن يجوا الاثنين مع بعض. ده بيثبت المحبة اللي دايماً الكبيرة بين كل الشعب العربي. وبقول إن الإعلام هو أهم شيء، لأن بالإعلام إحنا ممكن نفتري في حاجات كتيرة في الفكر، لكن في الغناء والطرب بنتجمع كلنا كعرب ونقول الله للمطرب الأصيل، الله للحن الجميل، الله للكلمة الجميلة. فأنا بقول الله على كل العرب، الله على كل الفن والإعلام العربي بوجودك يا دكتور عمرو، بالصوت الجميل بوجود توني ميرسو دايما، وبالصوت الجبل الجميل بوجود رنا، وكل أصدقائي وزملائي الفنانين بعيادهم. وبشكرك على دكتور عمرو على دندنة، وبشكر توني ورنا، وباذن الله نتقابل. وكل عام وانتم بخير. ثانك يو. شكرا طيب عاطف. شكرين على الاتصال الجميل ده. انا هرجع لتوني. توني انا عارف ان انت شاركت نجوم كبار لما بيجوا هنا امريكا. أكيد. وكنت بتغني دايما معاهم. مظبوط. قول لي مين بقى يعني من الاعلام اللي انت غنيت معاهم هنا؟ غنيت مع كل اصوات. جورج وسوف. جورج وسوف. نانسي عجرم. ايوه. اليسا. ايوه. عاصي. ايوه. كاظم الساهر. عاصي بس عاصي ما جاش بقاله زمان قوي. يعني اخر فتره شيء من اربع سنين. اربع خمس كمان سنين. كمان اشتغلت معه. مع عمر دياب. عمر دياب. مرتين. ايهاب توفيق. نطلع شوي على الاسماء القديمه شوي، عندك وديع الصافي. ماشي. سمير توفيق، شاركت بامسيه فنيه كافيه للمطربه الجزائريه ورده. ورده ماشي. كمان شيرين. كلهم تقريبا كلياتهم. رنا شاركتي مع فنانين كبار؟ اكيد. يمكن هون على صعيد امريكا غنيت اكثر شيء مع بس يكون موجود فارس كرم. فارس. ومع فارس كمان اشتغلنا انا وهي. مظبوط. بس بلبنان كل عم يتفضل يحكي عليهم. طوني عاصي، راغب علامه طبعا مع حفظ الالقاب. راغب كمان. كلهم شاركنا معهم بمهرجانات بلبنان. انت بتحكوا لي على اي يعني السنين اللي فاتت دي كلها اكيد حصل طرائف او حاجه
مقالب او حاجه مضحكه على المسرح او وراء الكواليس. احكوا لي بقى معايا فنان كبير كده قصه حكايه طريفه حصلت حاجه تفتكر حاجه تقولها لنا. انا فاجأتني بس خليني اتذكر وحاول كده رنا في حاجه تذكر فيها رنا اكيد. يمكن هي بام يعني طرفة هيك خفيفة كتير. خدت معي مرة ابني على السهرة فما كان في حدا عم يرقص يعني بعدهم كانوا مبلشين بالبروجرام صار عم يعملوا معزوفة موسيقية. سألت له لابني قوم رقص مامي هونيك بنص الساحة. رقص عمل لهم جو هيك. بعد شوي انا عم اغني بيجي شخص كامش ابني من ايده بيقول لي بليز غني لي غنية لهالبوي. قلت له مينو هيدا حمودي؟ قال ايه قال لي انت بتعرفي اسمه؟ قلت له ما هيدا ابني. وغيش ضحك انه هو عم يغني لي لابوي هو ابني مش عارف انه وانا كنت عم برقص انا وياه وعم هيص له واعمل له انه كان لازم يعرف دغري انه هو ابني. ما قال هذا ابني منو عارف. يعني ما بس كتر خلى هيك طرفي يعني مثل ما بيقولوا يعني كانت صعبه ولا كانت انه كثير ما صار يعني شيء كثير كبير بس ما هذا هو ما صار شيء. توني انا مره جبت ابني صغير على السهره كان عمره سنتين فتعرف هون في عادة بيحطوا الدولار بيرموا دولار فوق المطرب يعني بيشجعوه أو بيحيوه. فأنا عم غني موال فعم يرموا مصاري ما شفت غير ابني الصغير عم يحط المصاري بجيبه. بعدين فقلت لي يا جماعة أول مرة وآخر مرة مش حاجبه تاني. الراجل بيعمل بيزنس إنه دول مش لينا. تعب بيو طبعا. لا بيو بقى ولازم حبيبي حبيبي. احنا معانا اتصال يا توني من فلوريدا. الو مين معايا؟ الو فلوريدا. الو مرحبا. مرحبا فيك تفضل. الو ايوه تفضل. فلوريدا الو معك. مين معايا من فلوريدا؟ شو اسمك؟ جوزيف طبيب. جوزيف اهلا وسهلا فيك تفضل يا جوزيف. جوزيف طبيب اتفضل يا جوزيف اتفضل سمعينا. اهلا فيك حبيبي. اهلا بيك نورت. نورك حبيب قلبي. حابب نحيي قناة دندنة. على وجود توني مرشو مطرب يا رنا ومطرب توني مرشو بهالسهرة الحلوة. الله يخلي لي اياك جوزيف. ثانك يو حبيبي. جوزيف معنا؟ حابين نسأل مطربنا الكبير توني مرشو حبيبي امتى راح يشرفنا على فلوريدا لانه مشتاقين له كثير. الله يخلي لي اياك. بالنسبه لفلوريدا انت جاي انا بجولاي عندي الكونفنشن لكنيسه السريان الارثوذكس بامريكا وكندا اخر اسبوع من جولاي بدي اكون عندكم هونيك باذن الله السنه الجايه 2008. كثير كويس. الله يخلي لي اياك. شكرا حبيبي جوزيف. الله يخلي لي اياك. الله يخلي لي اياك. شكرا خي جوزيف. جوزيف سمعني حابين معلش حابين نسمع منه شيء. اطلب منه جوزيف اللي انت عايز تسمعه يغنوه لك دلوقتي تفضل. حاب عايزين اذا يسمح يعني سيرة الحب ولو مقطع صغير. تكرم. شو رايك؟ كلام جامد قوي ده. حلو سيجسي. حبيبي جوزيف تكرم عينك. شكرا جوزيف. كانوا صغار وعمرهن بعده طري لم نعرف بهم ولا من دري بإلا جيب الريح تا تلعب معي ولك بندر عيونك عشتي تا تكبري. ايه كان يا ما كان في بنت وصبي ماماي صبي بإلا بعمر لك قصر تا تلعب يا ماما 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 يا 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 كان يا ما كان في بنت وصبي
بنت وصبي يا 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 باي قلبي إلا بعمر لك قصر تات العب يا ماما 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 يا 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 وطال الزمان وبعد في كومة حجار بتصرخ يا أيام الصغر لا